من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف معنا هاني موعد، مدير مكتب أورينت نيوز هناك. أهلا بك هاني، هل هناك أي استجابة لهذه الدعوة من جانب المملكة هاني؟ نعم وسام، حتى فعليا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي دعنا نقول رد من الجانب الرسمي الأردني حول هذه المناشدة من أجل موضوع إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان من الجانب الأردني. طبعا يعني الأزمة لا زالت متفاقمة فعليا وسام، حتى هذه اللحظة كان هناك جولة قبل عدة دعنا نقول قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كانت كما تعلم كان وتحدثنا عن هذا الموضوع سابقا، كانت هناك جولة من المباحثات والمفاوضات بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من أجل إنهاء أزمة الركبان، ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة لم يوجد أي انفراج. كان من المتوقع أن يتم حل هذه الأزمة بفك المخيم ونقل سكانه إلى مناطقهم الأصلية أو إلى المناطق التي يرغبون بالعودة لها، حيث كان هناك إصرار أردني أمريكي بأن لا تفرض على سكان المخيم العودة الطوعية إلى أماكن لا يختارونها أهالي المخيم. بالمقابل هناك موقف روسي أيضا متشدد مع نظام أسد بأن يعودوا عبر مناطق النظام. طبعا كما جاء بالتقرير النظام يحكم حتى هذه اللحظة سيطرته على موضوع إدخال المساعدات المخيم من أجل دعنا نقول فرض الحل من جانبه، وذلك بإجبار أهالي المخيم بالعودة الإجبارية عن طريق دعنا نقول حصارهم غذائيا وأيضا اقتصاديا. يعني حتى أيضا عندما تدخل السلع إلى مخيم الركبان تدخل وتباع بأسعار غالية جدا، لا يعني وذلك بسبب دعنا نقول من يستغل من تجار الطرق وأيضا الحواجز للوضع المأساوي في المخيم. إذن الأزمة حتى هذه اللحظة متفاقمة، يعني خرجت اليوم مناشدات من أجل دخول المساعدات الإنسانية. الأردن على ما يبدو لا زال مصر على موقفه بأن يتم حل هذه الأزمة من الداخل السوري وإيصال المساعدات من الداخل السوري باعتبار بأن الطرق أصبحت آمنة. لا نعلم هذا بالتحديد ما تم تداوله في الأيام الأخيرة. نعم. هاني، هناك كان أخبار حول نقل مكتب المفوضية طبعا المختصة أو المكتب المختص بموضوع سوريا من العاصمة عمان إلى دمشق، وبالتالي هذا لربما ما سيزيد الحصار أكثر على الأهالي وقاطني مخيم الركبان. يعني هو فعليا هذا يعني كان هذا الحراك سابقا، يعني كانت هناك دعوات دعنا نقول يعني هذا الخبر لم تؤكده الأمم المتحدة. هناك مكتب عمليات تنسيقية للأمم المتحدة موجود في سوريا بداخل دمشق، ولكن ربما يعني كان يعني ربما هو توسيعه اليوم في سوريا من أجل أن تكون المساعدات تصل، حيث أن اليوم لم يعد هناك أي حجة وسام لعدم وصول المساعدات من الداخل السوري إلى الداخل السوري نفسه، إلى مناطق الموجودة بالداخل السوري. لكن هاني في هذه الحالة نعم. سيكون يعني بما أنه النظام هو من يتحكم بإدخال المساعدات إلى المخيم، في حال انتقل هذا المكتب يعني سيقطع أي أمل بأن تصل مساعدات لقاطني الركبان عبر طرق نعم. أخرى عدا نعم. العاصمة دمشق وعدا النظام، إذا في حال طبعا نعم. سمح النظام أو نعم. الاحتلال الروسي بذلك. نعم فعليا وسام، الجميع يعلم من منذ بداية أحداث الثورة السورية والنظام يعني فيما يخص موضوع المساعدات الإنسانية استغلها بشكل الذي يريده. يعني هي المساعدات الإنسانية حتى عندما يتم إدخالها إلى بعض المناطق كما تشهد ذاكرتنا كانت نتيجة الاستغلال، يعني حتى أنه يعني لا يدخل هذه المساعدات الإنسانية على الرغم من المناشدات الدولية، وذلك لوضع السكان كثير من المناطق تحت ضغوط من أجل تنفيذ ما يرغب فيه. ففعليا هذا الموضوع هو موضوع فعليا كما أصبته كما قلت هو سوف يؤثر فعليا، يعني وحتى هذه اللحظة هو مؤثر. يعني منذ أن الأردن أعلن بأن المساعدات يجب أن تصل من الداخل السوري إلى مخيم الركبان شاهدنا كم مرة توقفت المساعدات أو
تعطلت او عطلها النظام. ففعليا يعني ما يحدث اليوم هو ما سوى بانتظار ان يحدث انفراج من خلال التفاهم الاردني الامريكي الروسي. يعني الاردن ما زال مصر بان امريكا تكون موجوده ضمن هذا التحالف، بينما روسيا والنظام يريدون حل ازمه الركبان بشكل منفصل فعليا. شكرا جزيلا لك هاني موعد، مدير مكتب اورينت نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان. شكرا جزيلا لك.